لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في البصائر، قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين يعلن الأحد المتممة لعدة شهر شعبان. في صحيفة المدى، تغير مناخي يختبر العراق بأمطار غزيرة غير مسبوقة. في القدس العربي، 9 شهداء بينهم أم حامل ورضيعتها خلال يومين من التصعيد الإسرائيلي على غزة. في صحيفة الزمان، البرلمان يصوت على قانون المرور وينتخب رؤساء 4 لجان. في العربي الجديد، تصعيد ضد تركيا بسوريا، هل هي محاولات لزج أنقرة بالمواجهة؟ في العرب اللندنية، اعتقال توفيق وسعيد بوتفليقة لاسترضاء الشارع الجزائري. وفي موقع عربي 21، عباس يدين العدوان على غزة ويرد على تصريحات لكوشنر. السلام عليكم. في كل مرة تؤشر التطورات بأن الخلل في بعض بنود الدستور، وفي أكثر من مرة يتحدثون بأنه من الضروري بمكان النظر تشريعيا وقانونيا لتعديل وتطوير البعض من الدستور، ولكن ما إن يصطدم هذا التعديل بمصالح الكيانات السياسية تتعثر الرغبة في التعديل، وكثير من الشطحات السياسية ورغبات بعض الكيانات أو جزء منها تطرح أفكار ومشاريع الإقاليم تارة والانفصال تارة أخرى والخروج من سلطة بغداد بعض هذا. أحيانا كثيرة الأطروحات تهديد للحصول على مكاسب سياسية ومادية أكثر، البعض الآخر تعبير عن عقليات انفصالية مدعومة بمساعدات خارجية. وبغض النظر عن تلك الأفكار والخلل الدستوري الفاضح والواضح، وكأنه كتب لكي يبقى العراق قلقا وتبقى مشاريع التهديد قائمة حتى لا يستقر الوضع ولا تحقق للدولة العراقية مركزيتها في إدارة السلطة. جاء ذلك في مقال للكاتب جاسم مراد. إن رواج التهديدات في الأقاليم أو باستقلالية المحافظات هو بالضرورة ثقافة النظام القائم، والتي هي إحدى إفرازات الدستور، وهي نتاج للعقلية اللاوطنية المبنية على العزلة وشرذمة المتوحد تحت مختلف المسميات والأفكار الانعزالية. ويبدو من الضغط المستمر على الناس وعلى البصرة تحديداً يراد منه إنتاج مشاريع، وهي بالضرورة مدعومة من أطراف دولية وإقليمية وعربية متعددة، وكلنا نعرف مشروع انفصال كردستان عن العراق والرايات والأفكار التي طرحت والجهات التي ساندت أو رحبت أو سكتت. فهذه الأطراف داخليا وخارجيا لا تريد عراقا قويا عزيزا متطورا في داخله ومحوريا قويا خارجيا. نحن متيقنين بأن حاجة البصريين للحياة الكريمة وحصة معقولة من مواردهم الضخمة هي التي دفعت بالمطالبة بالإقليم، وليست فكرة لمشروع يستهدف تفكيك العراق. يضيف الكاتب: ليس من المعقول أبدا يبدأ الحديث عن متابعة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ولم ينتهي، ولم يجد المواطن حسابا حقيقيا لهؤلاء في البصرة ولا في بغداد ولا في عموم العراق، مما جعل المواطن ييأس من وجود مخارج حقيقية لمثل هذه الأزمات. ولم يشرب هؤلاء الناس وأسوأ المياه الملحية، ويتكدس العاطلون في الشوارع والمقاهي وتعمى عيونهم بدخان النفط والغاز. الآن أنعم الله عليهم بالأمطار والسيول، ولكن غدا ماذا يحصل؟ يقول الكاتب سمير داود حنوش في مقال بموقع كتابات: انتحروا أيها القوم واعزموا على الانتحار شيبا وشبانا، طلابا وبناتا، اجمعوا شتاتكم جماعات وفرادا، فما فاز إلا المنتحر. انتحروا وقدموا أرواحكم وحياتكم قرابين على مذابح الحياة للقتلة واللصوص والسراق. ويضيف الكاتب:
هي دعوة للانتحار بعد أن فشلنا في أن نعالج الفشل، وأصبح للانتحار وجوه عديدة تظهر لنا كل يوم، بين منتحر أدمن على المخدرات وآخر أنهى حياته بطلقة من مسدس، وليس ببعيد عنهم ذلك المنتحر الذي ركب زورقا متهرئا في بحر بعيد عن بلده ليعبر إلى ملاذ آمن أو ليبتلعه موج البحر غريقا لم يصل إلى عن ظاهرة الانتحار. مناله واليأس في العراق بسبب الواقع المعيشي، كتب سمير داوود حنوش هذا المقال. الانتحار أصبح ثقافة وظاهرة مثل حبة الباراسيتامول لمعالجة حالات الصداع، تحتاج إلى تدخل جراحي من قبل رجال دين ومراكز بحوث وهيئات حكومية للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، ومن ثم إيجاد الحلول والمعالجات لهذه الحالة التي كانت شاذة عن مجتمعنا. ثقافة الانتحار حالة أوجدتها التراكمات السلبية والجزع من الحل وحصار اليأس وكره الحياة، ليجد المنتحر نفسه منقادا إلى إنهاء حياته بالطريقة التي يختارها هو. الصمت الحكومي شريك في تفاقم هذه الظاهرة، والحلول معدومة والمعالجات لا تتعدى أكثر من وضع حواجز على الجسور لمنع الانتحار أو تسيير دوريات النجدة النهرية لمراقبة الشواطئ والأنهر. حلول هزيلة تقابلها سلطة تشريعية الواجب منها مناقشة أسباب هذه الحالة الغريبة على العراقيين، وإيجاد قوانين وتشريعات تقلل من ضغط العبء المعيشي والحياتي للمواطن، وأن تنزل من برجها العاجي إلى الشارع تشارك المواطن همومه ومشاكله. هي دعوة للحياة، نريد أن نحياها بالرغم من أنوف السراق والقتلة واللصوص، بدلا من شماتتهم بنا ننتزع حقوقنا انتزاعا ونعيش الحياة كما كتبها الله لنا. أما إذا أردتم أن تخالفوا ذلك فانتحروا، فما خسر إلا المنتحر. تتسارع الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد القرار الأمريكي الأخير بتفعيل عدم التمديد للحالات الاستثنائية التي أقرتها الإدارة الأمريكية بخصوص استيراد وتوريد الطاقة والبترول من النظام الإيراني ومنها العراق، وأخذت الأحداث صورة أكثر واقعية وأعمق حضوراً وأشد فعالية. يقول الكاتب أياد العناس في مقال بصحيفة البصائر العراقية: بدأت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية الداعمة للعديد من الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات المسلحة في العراق بالتحرك ضمن المساحة الميدانية لفعاليتها ونفوذها في العراق. ضمن هذه المعطيات، بدأت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية والداعمة للعديد من الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات المسلحة في العراق بالتحرك ضمن المساحة الميدانية لفعاليتها ونفوذها في العراق، باعتباره الرئة الرئيسية التي يتنفس منها النظام الإيراني، ومحاولة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية بالعمل على تسخير جميع الأدوات وتحريك العديد من الوكلاء والمنظمات المرتبطة بهذه الأجهزة لزيادة فعالية جهدها السياسي والإعلامي للوقوف ضد العقوبات المفروضة على إيران، بما يتلائم وطبيعة استمرار المشروع السياسي الإيراني في العراق بعيدا عن المصلحة الحقيقية للشعب العراقي. وبدأت الأحداث تتداخل لدى حكومة بغداد لتأخذ منحا واضحا في التبعية السياسية لإيران، ولتؤكد حقيقة ارتهان إرادة قادة الميليشيات لأجهزة طهران الأمنية والاستخباراتية، وإنها الأداة والصوت التي يستخدمها النظام الإيراني في الدفاع عن مشروعه السياسي ونفوذه وهيمنته في العراق وباقي الأقطار العربية. تحاول هذه الميليشيات والأحزاب والكتل السياسية سحب الحكومة في بغداد ليكون العراق ساحة للصراع القادم إن حصل بين طهران وواشنطن. وتمكنت من التأثير على العديد من الإجراءات التي حدثت مؤخرا في بغداد وإيجاد العديد من المحاور السياسية والاتفاقات الحزبية والفئوية في محاولة لتعزيز التحالفات مع النظام الإيراني. يختم الكاتب بالقول: سيبقى القرار السياسي في العراق مرتهنا للإرادة والتبعية الإيرانية،
بعيداً عن الاستقلال الوطني المنشود بحكم النفوذ والهيمنة التي مكنت النظام الإيراني من إيجاد الركائز الفعالة له بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان 2003. في غضون 15 سنة ظهر اسم وزارة الشباب في وسائل الإعلام المحلية ضمن سلسلة أخبار وتقارير ترتبط بالعلاقة مع اللجنة الأولمبية العراقية وقانونها المثير للجدل وغيرها من الأحداث التي بلغت ذروتها مؤخراً، إبان عدم اعتراف الوزارة بشرعية اللجنة الأولمبية وغيرها من التفاصيل التي استنزفت الكثير من الوقت والجهد بشكل مبالغ به إلى درجة كبيرة، وحتى نوعية الطرح والنقاش في هذا الموضوع وتفاصيله بلغت في أحيان كثيرة درجة بعيدة كل البعد عن المهنية وعن جوهر الموضوع وأولويات العمل في مؤسسة هامة وحيوية بحجم وزارة الشباب والرياضة. عن الرياضة والشباب كتب محمد العبيدي في صحيفة المدى: تطلع وزارة الشباب والرياضة العراقية بمسؤوليات وواجبات جسيمة تحتل أهمية قصوى لقطاع الشباب في العراق، كونه يمثل الشريحة الأكبر للمجتمع وثروة عظيمة لا تنضب تتمناها العديد من الدول وأغناها. وفي عقاب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تسنم منصب وزير الشباب والرياضة العديد من الشخصيات السياسية التي أوصلتهم المحاصصة إلى كرسي الوزير، قدموا ما بوسعهم في هذا المجال، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، كما لم يكن أي منهم له علاقة بالشأن الرياضي باستثناء الدكتور أحمد رياض العبيدي الوزير الحالي على سبيل المثال للحصر. أود التنويه إلى أن أي متصفح للموقع الإلكتروني للوزارة سيلاحظ مدى التقصير في الاهتمام بهذا الجانب المهم، والحالة تزداد سوءا في الصفحات الإنجليزية، فهي بوضع مخزن ومعيب بلا محتوى بطريقة عرض متخلفة لا تليق باسم ومكانة وأهمية الوزارة ولا بما موجود الآن في العالم. أهمية أن يتسع التركيز ضمن نطاق العمل في وزارة الشباب والرياضة لجميع الأنشطة والمهام التي تطلع بها بشكل عملي وشمولي، سيما أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشباب وتلعب دوراً مهماً في ترسيخ قيم ومبادئ تؤثر بطريقة وبأخرى في إعداد جيل المستقبل، ولكنها اليوم شبه متعطلة والصراعات تستنزفها بحسب رأي الكاتب. يقف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عاجزاً ومرتبكاً أمام التفوق الصاروخي الروسي، ويذهب إلى حد القول إن سباق التسلح أصبح مكلفاً على أمريكا، فراح يدعو إلى عقد اتفاقات تتعلق بالتسلح، وهو الذي أعلن خروج أمريكا من اتفاق الصواريخ النووية المتوسطة المدى، فيما أعلن مستشاره الصهيوني حتى العظم جون بولتون عن ضرورة تطوير القنبلة النووية الصغيرة والتي يمكن استخدامها في حروب محدودة وضمن مدة قصيرة، وهي دعوة لسباق تسلح تماماً، كما كان إعلان دونالد ترامب الخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى. الكاتب يرى في دعوة لسباق التسلح، الكاتب منير شفيق يقول إن ترامب يقرع طبول الحرب، وذلك بمقال مطول في موقع عربي 21. على أن دونالد ترامب الذي يقف عاجزاً في مواجهة التفوق العسكري الروسي والتفوق الاقتصادي والتقني الصيني، هرب إلى فتح ما يشبه الحرب حتى الآن ضد فنزويلا وكوبا وإيران وفلسطين، وذلك بهدف تحقيق إنجاز قد يعوضه ولو معنوياً عما فقده أمام المنافسة الروسية والصينية آنفة الذكر. وبالمناسبة الهند في الطريق لتسبق أمريكا اقتصادياً، وقد أصبح إنهاء هذا الطغيان العالمي المالي على رأس أجندة الدول الكبرى، كما على رأس أجندة حركة التحرر العالمي من السيطرة الإمبريالية الأمريكية. فأمريكا تتشبث اليوم بسيف الماضي وليس بسيف الحاضر، وهذا الحسم هنا يحتاج إلى سنوات قادمة، وقد احتاجت أمريكا لإزاحة الاسترليني والذهب
إلى 10 سنوات بعد تصفية السيطرة العالمية للاستعمار القديم في الخمسينيات، وإلى 10 سنوات أخرى لضرب حركات الاستقلال التي تمثلت بدول باندونغ. وبكلمة، كان لابد من أن تخسر أمريكا سيطرتها العسكرية والسياسية أولا لتبدأ بخسارة سيطرتها الاقتصادية والمالية لاحقا. وعود إلى موضوع الاستراتيجية الهجومية لإدارة دونالد ترامب بتركيزها على فنزويلا وكوبا وإيران وفلسطين بعد أن تراجعت مؤقتا عن إعطاء الأولوية أو في الأدق التركيز لمواجهة روسيا في سباق التسلح العسكري ولمواجهة الصين اقتصاديا وتقنيا. يواجه الحراك الاحتجاجي الجزائري مع الوقت أسئلة حرجة تطاول صيرورة استمراره وأفاق تحقيق مطالبه في تغيير النظام، إذ بات المشهد الاحتجاجي يكرر نفسه ويراوح مكانه في ظل إمساك العسكر زمام الأمور وقيادتهم المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى استمرار وجود رموز من النظام في مفاصل الحكم على الرغم من الخطوات المهمة التي حققها الحراك، بدءا من إسقاط العهدة 5 للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالته، وصولا إلى تقديم بعض رموز النظام إلى العدالة بتهم الفساد ونهب المال العام. لكن ذلك كله لا يعني إنهاء تحكم المجموعة القابضة على مفاصل السلطة أو ما تعرف بالعصابة السوداء الذين يشكلون العصبة القوية للنظام الجزائري، بحسب مقال للكاتب عمر كوش في صحيفة العربية الجديد. ولعل استمرار الحراك بقوة وعزم لا يلينان يبعث الارتياح، لكن عدم وجود إطار سياسي ومدني موحد يجمعه على أهداف محددة ويضع خطة انتقال ديمقراطي واضحة يجعل من الصعب توقع تحقق تلك الأهداف من دون تشكيل جسم سياسي واضح المعالم يحدد مطالب الحراك ويقود عملية الانتقال الديمقراطي المنشود، ذلك أن هذا الانتقال لا يمكن أن تقوده المؤسسة العسكرية الجزائرية التي جرى تشييدها وفق نهج نظام بوتفليقة ومن سبقه، ما يعني أنها لا يمكن أن تذهب بطريق الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الشعب الجزائري إلى خاتمته. ولدى نشطاء الحراك الجزائري حساسية وتوجسا كبيرا من الأحزاب السياسية، سواء التي في صف السلطة أم في صف المعارضة، لأنها مثل رصيفاتها في الأحزاب العربية في كل من مصر وتونس وسوريا وسواها، كانت تلهث وراء الثورات كي تركب موجتها لتصل إلى السلطة، ولم تلتحق بالثورات إلا بعد بعض الوقت. ومع ذلك يستلزم استمرار الحراك وضرورة الوصول إلى أهدافه في التغيير الديمقراطي. أظهرت الثورات العربية دور القوى في قيادة عملية التغيير والانتقال السياسيين، وكذلك دور تلك القوى في إحباط عملية التغيير وانتصار الثورات المضادة والتحكم في مصائر الدول وشعوبها. وتجسد ذلك في التنظيمات العسكرية التي تسميها أنظمة الاستبداد جيوش وطنية، إذ كان الجيش العقائدي في سوريا أشبه بميليشيات منظمة، لذلك لم تتوانى في توجيه أسلحتها إلى المحتجين السوريين ضد النظام منذ اليوم الأول للثورة السورية، فيما ساهم الجيش المصري في عودة النظام المصري في أسوأ نسخة منه. ولم يختلف الأمر كثيرا في بلدان عربية أخرى، لكن ما يفعله قادة الجيشين الجزائري والسوداني في أيامنا هذا يظهر تغيرا في السلوك وفي التكتيك، خصوصا بعد فشلهم في زرع الرعب وإخافة الشعوب. تلعب أفراس النهر ومخلفاتها دورا مهما في النظام البيئي للبحيرات والأنهار في نطاقات السفانة بشرق إفريقيا عبر تناول كميات كبيرة من العشب الغني بالسيليكا ليلا ثم التغوط في نهر مارا خلال النهار، ما يساعد في نقل السيليكون من الأرض إلى الماء، وهو أمر حيوي لصحة النظام البيئي في الأنهار والبحيرات. وتتمتع أفراس النهر البرية بأسلوب حياة فريد، ففي الليل تأكل عشرات الكيلوغرامات من العشب الطازج في السافانة، وتقضي معظم أيامها بالاسترخاء معا في الأنهار أو البحيرات بعيدا عن الأعداء ومحمية من أشعة الشمس الحارقة.
وفي ظل برودة الماء تصبح عملية الهضم نشطة، وبالتالي تلقى في المياه كميات هائلة من مخلفات أفراس النهر، وفق الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة ساينس وعدها باحثون من جامعة أنتورب البلجيكية ومركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. وتعد نتائج الدراسة جديدة تماما، إذ كشفت لأول مرة عن العلاقة بين رعي الحيوانات البرية وعملية نقل السيليكون من الأرض إلى البحيرات، وهي عملية حاسمة بالنسبة للنظام البيئي لمياه الأرض برمتها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.